الاحتلال الوزارة مش اخدتها بعين الاعتبار. ما قدروا انتجوا، ما في انتاج، ما في انتاج بندورة اليوم. شو بتعملي؟ هو عرض وطلب. طيب ايش البضاعة السورية؟ كانوا في استيراد من سوريا. يعني شوف الجريمة اللي عملتها الدولة فينا وبالمزارعين وبالاقتصاد. هلأ في استيراد، جمعت من نهار السبت كان في بندورة سورية، نهار الجمعة كان في بندورة سورية كانت عم تنبيع ب 3000 ليرة. اليوم إذا بدهم يجيبوا بندورة سورية كلفتها واصلة على بيروت 4000 ليرة البندورة السورية. طيب مليون بده يشتروا على الدولار، دولار اليوم 4100 ليرة. يعني لا لهم لزوم يجتمعوا برأيك، هذا عم تحكي أستاذ أنطوان الحويك اليوم حضرتك رأي جمعية المزارعين، يعني لا إلا لزوم تجتمع ولا الوزارة تحط لائحة بالأسعار ولا تعمل خطط للأمن الغذائي، لأنه كل الحكي شيء، الحكي شيء والواقع شيء تاني. 100% ما في اليوم عرض وطلب، اليوم السوق والتسعير عرض وطلب، مش المزارع بسعر البضاعة بيبعتها المزارع على سوق الخضرة، تاجر الحسبة ببيع له إياها بالأمانة. خلي تفهم العالم شو عم بيصير. بس أنتوا كمان كنقابات زراعية وجمعيات مزارعين كمان بين بعضكم مش متفقين. اليوم عم نحكي مع نقيب، مع نقيب يعني اليوم الخضرة والفواكه بالمفرق، عم بيقول هلأ مجتمعين ليحددوا الأسعار. نحن مزارعين منتجين، هيدا تاجر مفرق، شو خاصنا فيه؟ يستفيل هو يشتغلوا مثل ما بدهم. كيف يعني ما لازم هي كلها عملية كاملة متكاملة؟ يعني المفرق شيء ليش ما بتتفقوا مع بعضكم طالما مش قادرين تمشوا حضرتكم بلائحة الوزير؟ مش قادرين، مش بعنوان عريض، مش نحن، مش المزارع. خلينا نفهم شغلي، المزارع برجع بقلك بينزل انتاجه على سوق الخضرة. نعم. تاجر الجملة بسوق الخضرة ببيع له الانتاج بالأمانة، يعني إذا باع له إياها بأربعة آلاف يمكن بأيد له 4000 يمكن لا، هاي المشكلة تاني. اللي بيحدد الأسعار بالجملة هو العرض والطلب. نعم. الإمكانية اليوم مثلا بطاطا تسعرت كمان 900 1100، نزلي على السوق الجملة إذا بتلاقي قفص بطاطا اليوم بلدية ما في، ما قلعوا لهم 5 أيام مش قلعين من الشتاء، اليوم ب 1600 ليرة. هلأ قبل ما أجي بنص ساعة مرقت شفتهم اليوم البطاطا البلدية إذا بعد في شي تاجر عنده 20 عنده شي طن حطتون عم ببيعها ب 1600 ليرة. ما بدي التزم، بقول له أنا الوزير حدد لي إياها ب 1100 ليرة، بقول له روح اشتري من عند الوزير. شو بك تعمل؟ يعني اللائحة اللي فرضتها الوزارة يعني ما استشارت أصحاب العلاقة، ما استشارت كمان، وما أخذت بالاعتبار الفوارق بالأصناف وجملة من الأكلاف من النقل إلى العمال وغيرها من الأمور، هيك عم بيقولوا طبعا المعنيين بهالإطار. طيب شو الثغرات بلقيت بهاللائحة؟ شو الثغرات؟ نهار الأربعة وقت طلعت كانت مناسبة لنهار الأربعة، يعني كل يوم بيومه كانت مناسبة لليوم الأربعة. اليوم التنين اليوم هيدي اللائحة مش مناسبة للعرض والطلب نهار التنين بالسوق اللبنانية، نقطة على السطر. إذا بعدهم مش مستوعبينها هن اللي يطلعوا لائحة أسبوعية ويفرضوا على التجار عم بيكونوا عم يحلموا. نحن نظامنا ليبرالي، منا نظام شيوعي، ما فيهم يجوا بالعصا يسعروا. طيب ما بدهم، خلص ما بعنا اليوم، ضبينا البندورات، إذا عملوا ضبوا البندورات التجار شبق البندورة على 10000 ليرة الكيلو. نعم، بس نحن كمواطنين صراحة منتمسك هيك ببصيص أمل إنه بلائحة بتطلع أسعار بتحدد الأسعار ومنصير إنه ماشيين على ضوء شوي سوق فلتين. سوق فلتين يعني سوق عرض وطلب. خلي تفهم، يفهم الوزارة ويفهموا الناس في بضاعة. برجع أنا للأساس، ليش وزارة الزراعة حرمت المزارعين الانتاج؟ ليش الدولة اللبنانية والمصارف منعوا المزارعين من الانتاج؟ منعوا المزارعين من إمكانية زرع أراضيهم وزرع خيامهم لينتجوا بندورة بهالموسم وتكون البندورة بألف ليرة. نعم. لأنه جماعة زعران من مصرف لبنان للمصارف للسلطة كلها. في اتصالات، رح نبتدي ناخذ الاتصالات لانه المعنيين يعني ان كان من الزراعه او وزاره الاقتصاد ما عم بيجاوبوا على الخطوط. خلينا ناخذ مواطنين لحتى نسمعهم شو بيقولوا. مين معنا؟ صباح الخير مدام. صباح النور. مدام، كل شيء في اسمه نقابات بلبنان، هلا العالم كله شال ايده منا، يعني كل النقابات والدوله وكل شيء كله على المواطن اخر شيء بده يصب. يعني هلا قصة البندورة والخيار وايضا ما صرنا عرفانينا، وكل ما كل سنة نطلع من هون انهم بوصم للصيام عند المسيحيين وعند المسلمين، بدها تغلى الخضرة، بدهم يغلوا الخضرة، لو شباب بدهم يعملوا بدهم يبيعوا الخضرة بالغالي.
موسم الصيام عند المسيحيين كانت الخضرة غالية، خلص الموسم صارت 10 ضمات النعناع بألف، هلا روح اشتري ضمة النعناع ضمة بألف. ليش؟ ليش كانت قبل بجمعة بالعشرة بألف، هلا بشسمه للوحدة بألف؟ ليش البندورة كانت قبل بجمعة ب5000 تقول لي عرض وطلب؟ لا، هيدا احتكار، هيدا سرقة موصوفة، وهيدي بدكم بدنا الدولة بدنا واحد مثل صدام حسين يجي يسمع على العالم كلياتها. كل تجمع بيعملوا كارتيل، صار في عنا كارتيلات مش نيابات، العالم ما بقى تاكل، انتوا كمان مش منتشروا مع العالم. بدك تقول لي انه البذرة البندورة بتطلع لك شكلة، بتطلع لك 2-3 كيلو البذرة الوحدة او البذرتين، بدك تعملها ب4000 وتقول لي دولار وفرق الدولار وكل شيء، وهي زراعة وطنية، كيف هيك؟ شو مأجر الأرض بالدولار؟ هاي في عملية نصب واحتيال بتصير من طريق المزارع، هي طالعة براس المزارع وطالعة براس المواطن اللي عم يشتري على المستهلك. هي نحن معنا رئيس جمعية المزارعين للحياة، لا التجار بعد شوي رح ينضموا لنا التجار. من عند المزارع لعند التاجر بالسوق لعند التاجر الجملي ولعند التاجر المفرع، ما هون كل واحد بده يصير يحط 1000 ليرة على ربحه وشوف قد بتطلع. بس هن مواسم الصيام عم تطلع براس العالم، لاحظ انت كل سنة بتعمل ايه بس قصة الأسعار بس وقت الصيام عند المسيحيين وعند المسلمين نفس الشيء. هلا كيلو اللحمة مثلا كمان كيلو اللحمة ب30000 35000 بيخلص بكره موسم رمضان، يعطيك العافية بصير 25 و20000. طب ليه؟ حرام، هيدا كفر، ما انتم ما بتشعروا مع المواطن، انتم على المواطن كمان مع الدولة، يعني انتم صرتوا عم تنفقوا مع الدولة. ليك هلا غضب الناس بيحكوا شو ما بدهم، بيقدروا يحكوا شو ما بدهم. وقت بدك تحكي منطق وتحكي اقتصاد وتحكي ليش وصلنا لهون، هذا الواقع. طب خلي تروح وزارة الصناعة. من يحتكر السوق اليوم؟ التجار بشو؟ بالخضرة والفواكه. عرض وطلب، ما في محتكرين بلبنان؟ ما في بيخبوا الانتاج ليبيعوه بسعر اعلى؟ ما بيخبوا الخضرة ما بتتخبى لحتى نبيعها بشهر رمضان لحتى نعلي سعرها؟ لا لا، الحشايش اول شيء هذه كل يوم بيومه، هي عرض وطلب. البندورة اليوم لشو بدي هيدا؟ خلي يصوروا بندورة بالسوق، ما في بندورة. كان المستورد يجي يكسر السوق المحلي، يكسر الأسعار. طب من المستورد صار أغلى من المحلي. عم قلك البندورة السورية اليوم كلفتها واصلة على بيروت 4000 ليرة، ما بعتوها لأنه ما عم تنبيع معهم كانت بهذا السعر. وقت بنجي نحلل أسعار وليش وصلنا لهون، ما في واحد يجي بغضبه لأنه غضبان يسب ويكرفت ويحكي ويزت ويزت أنتوا سرقين وأنتوا حرامين. هلأ بنفهم غضب الناس، بس بده يفهموا كمان أنه مين وصل الحالة لهون، أنه سياسة وزارة الزراعة وسياسة الدولة اللبنانية هن اللي وصلوا، اللي حرقوا دينه للمزارع، اللي فقروه للمزارع. ما عم بحكي أنا بتشرين، رجعوا على البيانات اللي عملناها بتشرين وشو طلعنا حكينا على الإعلام كله سوا، وقلنا إذا ما صار، وأنا قلت لهم ربيع وصيف رح يكون كارثة من ناحية الأسعار، ورح المواطن اللبناني يدفع ثمنها لأنه الإنتاج رح يكون كتير خف، ما قادرين المزارعين ينجوا، وهيدا وصلنا له. طب وقت نجي نحن حذرنا وطلبنا وقلنا لهم شو الحل وكيف لازم تنحل المشكلة، وما مشي الحال وما بدهم وما فرقاني معهم، يروح يسب للدولة، يسب لمصرف لبنان، يسب للحرامية المصاريف، يسب للدولة، يسب لوزارة الزراعة، ما يسب للمزارع. مستقبل الاتصال مين معنا؟ بونجور. بونجورين، معك مهندس فرج. أنا بعتقد بالزراعة بفهم منيح، ما على قد يعني. أهلا وسهلا فيك، تفضل. ليكي أنا بس بدي أقول إنه في في تقصير من كذا جهة. من مين ومين؟ خلينا نحدد. أول شيء إذا بترجعي للمنتجات الزراعية، يعني عم نحكي من أسمدة لمعدات زراعية لكل شيء، لحتى السكك اللي بيفلح فيهم التراكتور هول كله عم نستورده اليوم نحن، شيء من تركيا شيء من الصين. هيدي المواد لازم تكون بصفر جمرك، يعني لازم تفوت على لبنان بدون جمرك كليا، لانه المزارع اليوم وقت بده يشتري الاسمده على الغالي وبده يفلح وبده يزرع وبده يجيب ناس تقطف، لانه اليوم بس بدك تقطفي بس يهجم الموسم، يمكن النقيب بيعرف ما بيعود بيلحق، بده شغيله. طب هو اجت الشغيل وين بيدفعون؟ مضطر يغلي السلعه تيقدر على القليل يطلع بده يربح كمان، ما في حدا بيشتغل بدون ما يربح، انسى الموضوع. هيدا اول تقصير هو موجه مباشرة على الدولة، على قطاع الجمارك يعني مباشرة. تجي على النقطة الثانية واللي هي اليوم
عم تستفيد. يعني اليوم بوضع العالم بدها تستفيد. يعني خلينا نعطي اكزامبل، حيالله شخص ما اليوم معه $100 بجيبته بيتركها بجيبته، بقول لك انا بكره اذا صار ب 4000 بدي صرف، لا صار ب 4000 لا خليها بركي صار ب 5000. ما الانسان بطبعه طميع، انسان بطبعه طميع، بده يربح بده جشع. هاي الكره الارضيه ما راح تدوم لحدا، هيدي الكره الارضيه ما راح تدوم لحدا. العالم بدها تفكر بعد انه نحن عايشين ببلد صرنا على الحضيض. المحاسبه كيف بتكون؟ بدك بطل، هذا الوطن بده بطل. بقلك منحن بركات بالغنية وقفوا له اياها، ما زال بارضك دورنا وما لقينا البطل، يعني عن مصر تاخرنا وفقدنا الامل. بدك بطل، بدك واحد يحاسب، بدك واحد يضرب بايد من حديد. ما بقى فينا غنج، غنج ما بقى فيه. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اليوم بس ما فينا ننكر انه ما في احتكار بالسوق، وما فينا ننكر انه في ناس تستغل الوضع لمصلحتها، ومثل ما قلت يعني في ناس طميعه تعمل كل شيء حتى تربح ولو على حساب المواطن، مش هيك؟ اليوم في عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم بيقولوا قاطعوا البصل، قاطعوا البطاطا، قاطعوا الخضره، البندوره، الخيار، وشوفوا 3-4 ايام وشوفوا كيف الاسعار بتنزل. هيدا سخافة. ليه سخافة؟ خليني أقطع العالم. الناس جوعان، الناس مقهورة، الناس ما بتقدر تاكل، الناس متكلة على الوزراء المعنيين. رئيس الحكومة نزل على السوبر ماركت، وزير الاقتصاد تعاون مع وزير الزراعة، وزيرة الزراعة كمان حطت خطة ولائحة أسعار، كنا متكلين إنه يكون في ضبط أكتر، طلع لا. هل هو السبب الدولار وتحليق الدولار؟ أما عم برجع، أول شيء طبيعي كل المستلزمات اللي عم تنشرها هي بالدولار، يعني عم تتقرش بال 4000. يعني زرعنا وخلصنا هلا. طيب زرعنا المستلزمات، ما في كميات. ليش الاربعه كان البندوره ب 250؟ يعني ليش اليوم ما في انتاج؟ ما في انتاج، انتاج كتير قليل، المستورد عم بكلف اكثر من الوطني. هيدا واقع السوق اليوم. قلنا لهم قبل بوقت، حكينا بتشرين، قلنا لهم بتشرين انه اذا ما بتدعموا الدولار تبع مستلزمات الزراعيه الربيع والصيف رح يكونوا جحيم على اللبنانيين. خليني اقول لك اكثر، لو الناس عم تستهلك، لو قادره الناس تستهلك وفي امكانيات ماديه وفاتحه المطاعم وفي حركه، كيلو البندوره كان ب 15000 ليره اليوم، بس الاستهلاك كتير ضعيف. هل قد مستواه؟ على كل حال رح نتابع نحن وياكم مع ضيوف آخرين معنيين بالقطاع، قطاع الزراعي والتصدير والتجار بالجملة والمفرق، بعد موجز الأخبار. خليكن معنا. صحتك ببيتك. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. موجز للأخبار من صوت لبنان. وزير الصحة يعلن إرجاء حملات الفحوص في المناطق إلى يوم غد. إعادة فتح الطرقات التي أقفلت ليلاً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والدولار. جنبلاط، حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة، وحاكم مصر في لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء. علوش يتخوف عبر صوت لبنان من فلتان أمني في الشارع، وحول كلام باسيل عن العقلية السياسية المريضة التي نهبت البلد يقول هذا الكلام ينطبق عليه أيضا فهو جزء من المنظومة. بعد الانتهاء من عملية حفر أول بئر استكشافية في البلوك 4، مؤتمر صحفي لوزير الطاقة بعد الظهر يتطرق فيه إلى عملية التنقيب عن النفط والغاز توازياً مع بدء شركة توتال تحليل العينات المستخرجة. ألمانيا تعلن عن 1018 إصابة جديدة و110 وفيات في الساعات 24 الماضية.
تسجيل أدنى مستوى وفيات في إسبانيا منذ أكثر من شهر، ورئيس الوزراء الإيطالي يعد بإعادة فتح المدارس في أيلول. نقطة على السطر، منتابع مع ضيفنا رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحوية. خلينا ناخد فويس مسج قبل ما نتابع قصة الحامض. يعني الحامض لبنان بكفي السوق المحلي؟ اليوم الكيلو بارح كان ب 3005 جملة، الجملة اليوم قد ايه الحامض سعر؟ كمان 3500 بالجملة بالمفرق ده عم ينباع من الخمسة وطالع. ليش الحامض اليوم موسمه؟ ليش اليوم في غلب الحامض؟ حكينا عن البندورة، طيب الحامض ما موسمه اليوم للغلا؟ رأيك تصدير للخارج؟ تصدير. طيب كيف تمنع الدولة انه يعني يصير في تصدير للحامض من لبنان للخارج لحتى تغلي سعره بلبنان؟ انا رئيس جمعية المزارعين، ما في اطلع ادعي وزارة الزراعة منعي تصدري اي صنف والا بيجوا المزارعين بيفرموني على الهوى. عم تحكي للطبيعي انه وقت بدي يكون رئيس جمعيه مزارعين عم بحامي مصالح المزارعين بدي روح الا للدوله وقف التصدير؟ بس وقت اللي انسالنا من جمعيات المستهلكين ومن الدوله ومن الكل شو المشكله؟ طيب بالاردن كيلو الكيلو الحامض كان 6 دولار، اجوا التجار على المقص ب 3000 ليره، يعني المقص يعني بيروح بيبعت التاجر شغيته بقصه وبيزينه كانوا عم بياخذوه ب 2750 هاي من جمعتين من 10 ايام وب 3000 ليره عم بيبيعوه بست سعره بالاسواق برا 6000 ليره 6 دولار بقى قشوا قد ما فيهم يقشوا قشوا. طيب هون دار وزاره الزراعه ايمي، هلا انا عم بحكي كمواطن مش عم بحكي كرئيس جمعيه مزارعين، لازم تمنع التصدير هي فورا. وين اداره؟ وين الاداره؟ انه فقط منحط لوائح نهار الاربعاء. وين اداره الملف الزراعي؟ وين اداره الامن الغذائي؟ مصر وقت اجت شافت في ازمه، وين الحس الوطني والتكافل والتضامن مع مين؟ انتوا كمزارعين بهالوقت لما اجى تاجر المزارع شو عرفه؟ المزارع قاعد ببستانه، اجى تاجر قال له هي انا بدي اشتري منك ب 3000 ليره الكيلو بتبيعني؟ اكيد بده يقول له هلا اشترينا وبدفع لك اياهم كاش على كعبهم، بده يبيع. هيدي دور وزاره الزراعه والدوله وزاره الاقتصاد تاخذ قرار تقول هذا الصنف استراتيجي ما في فض السوق منه، بمنع تصديره وقت الإدارة مش موجودة للملف الزراعي، وهذا اللي عم نعاني منه. وليش نحن بدنا نغير هذا النظام ونغير السيستام تركيب وزير الزراعة وغير وزراء؟ لأنه هذا هلا هاي الأزمة، لك هذه الأزمة كيف تنحل؟ طب أشو كل شيء في ليمون منع التصدير مثلا، أو إجا صنف تاني عم يظهر من البلد ونحن بدنا إياه يضلوا هون منع تصديره. طيب خلينا نستقبل اتصال وبعدها نستقبل نقيب تجار الخضرة والفواكه بالمفرق سهيل المعبي. خلينا ناخد اتصال من المواطنين. من معنا؟ ألو بونجور. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية، تحية لك وضيفك. أنا بس بدي أقول شغلة، أنه لما توقع البقرة بيكتروا صلخينا، فالبقرة وقعت ولبنان وقع، بس للأسف يعني بعدنا عم نشوف في جشع كتير كبير وفي غياب لإدارة التخطيط بهذا البلد. النقيب اليوم ما بعرف هلا هو عم يحكي واقع بالنهاية، بس انه ما بعرف يعني حاسه من دون حلول بأفق مسدود. بس انا عندي معلومات انه مش كل الاراضي ما انزرعت، بالعكس كل شيء انزرع. هيك كلمة جوهرية انا كنت بدي احكيها صراحة، بس انا ناطر معك على الخط، سمعته عم بيقولها انه خبرية التجار هذا المزارع ما له خصة. صح. يوم المزارع اذا انا مزارع بيجي واحد بيدفع لي اكثر بدي بيعه للي اكثر، فهون الادارة ونية التصدير بلا عم يتصدر من كل شيء من لبنان أعلاف. وفي شغلة بالنسبة لتحديد الأسعار، يعني إذا اليوم كيلو البندورة كان حقه 2000 دغري، إذا الدولار دوبل بيصير 4000، هذا شيء غلط. لأن أنا بدي أشوف الكلفة، يعني أنا إذا أنا عم بيعه 2000 كنت عم ربح فيه 1000، يعني على هاي 1000 لازم يدوبل، لازم يدوبل الرسمال، لازم يدوبل الكلفة، مش بتدوبل السعر، بتدوبل الكلفة ونشوف قد بدنا نربح عليها ونقبل بربح قليل بهيدا الوضع. لأنه نحن اليوم مدام بدي لك شغلة، نحن كل اللي عم بيصير بها بلبنان أكيد خصوا بنهبه والسرقة، بأنه مثلا 30 سنة عم ننهب وعم ننسرق وثلاث أرباع الدول بالعالم فيها فساد. أنا ما عم شرع الفساد، بس أنا اللي عم بقوله أنه في شيء سياسي بده قطبة سياسية، بمجرد ما هيدي القطبة راحت بيروح كل شيء بيتبدد. بعدين نحن عم نوجه اتهامات بين بعضنا وعم نكب على الدولة والدولة عم تكب على النقابات والنقابات بكبوا على المزارعين وعلى التجار وعلى كذا، كل هذا عم يدفع ثمنه المواطن.
بس أنا هيك حبيت هذه المداخلة. شكرا لك. يعني رح نجير مداخلتك لضيفنا نقيب تجار الخضرة والفواكه بالمفرق سهيل معبي. صباح الخير. صباح النور. يعني عندكم اجتماع من الصبح مجتمعين لحتى تدرسوا الأسعار، شو طلع معكم؟ خلص الاجتماع ولا بعدكم بنص الاجتماع؟ لا خلصنا الاجتماع الصباح أنا ورئيس نقابة تجار الخضار بالجملة، عملنا جولة على المحلات بالجملة الأسواق، شفنا الأسعار الموجودة اليوم. صراحة تفاجأنا، الأسعار كتير غالية. أنتوا تفاجأتوا ولا المواطن تفاجأ؟ طبعا لا لا عم نحن تفاجأنا. ما أنتوا عم تصدروا المواسم للخارج، أنتوا متهمين بتصدير المواسم للخارج. أنا كرئيس نقابة تجار الخضار والفواكه بالمفرق بعثت رسالة قبل رمضان بشهر لثلاث وزراء طلبتهم فيها بوقف التصدير، طلبت وزير الاقتصاد باللجنة تنزل على الشارع فورا معي تبرم تضرب بيد من حديد على كل تاجر عم يغلي، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما حدا سألين عن مصالح الناس، كله سألين عن لمين عم بتقول للتجار أو الدولة؟ لا للدولة كمان التجار ما في يوم تكافل وتضامن ويكون مع خيك فتح دكاني لحاله بابا في لبناني عم يشتغل المصلحة راحت أخذوها غير ما بيجوا معهم بالشنة الدولارات بيحملوا بالكونتينرات بالبرادات بيبعتوها لبرا عمر الشعب اللبناني ما يأكل باتفاق معهم باتفاق مع الدولة باتفاق مع الوزراء يعني التجار متفقين مع الدولة؟ نعم في تجار متفقين مع الدولة عن كيف عم يظهروا وين ليه ما بتسمي التصدير؟ اليوم في ثورة على الأرض في ناس ليش دين عم يخلص التصدير كيف عم يصدر لبرا مين له حق يعطيه لبي أي دولة بتحترم حالها بيكون عندها وباء بيكون عندها حرب بتسكر حدودها بتطعمي شعبها إلا نحن بنحرم شعبنا الأكل لنطعمي غيرنا مقابل الدولار اللي عم ياخذوه بعد خمس ست تجار بلبنان ليش ما بتطلعوا بتسموا طالما شو عم يعملوا الوزراء بكاتبهم ينزلوا على الشارع يشوفوا الناس كما نحن مش قادرين ننزل معهم ويضربوا بيد من حديد على راس كل واحد عم يتاجر بيوت الناس بكفي هالقد. طب ما يعني اليوم عم نعرفك حضرتك نقيب تجار الخضار والفواكه بس من معالي وزير الداخليه قال انا مستعد حط قوى امنيه تنزل معكم للشارع بدا وزير الاقتصاد يشرف ينزل على الارض بيروح على الفرن بيروح على السوبر ماركت تاع كل اللي اغلى شيء ينزل يشوف الاسواق يفتحوا أسواق شعبية يفتحوا أسواق للناس يشغلوا رياض البلد الغريب اللي عم يشتغل يا نقيب عم يشتغل يا نقيب اليوم تحمل. كفى 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 يفهموا كل الوزراء كفى ما بحدا قادر يتحمل عم تحكي بلسان المواطن والمواطن عم بيقول التجار عم يستغلونا عم بيصدروا للخارج اليوم ليه ما بتطلعوا بتكونوا شفافين وبتطلعوا بتسموا قدام الرأي العام من اني هالتجار اللي عم تعطيهم الوزارات إذن لحتى يصدروا يتحمل أول مسؤولية وزير الزراعة أول شيء لازم يشكر المعابر وزير يمنع التصدير ما يعطي اسم التصدير ويسمح بالاستيراد اللي قادر يجيب بضاعة على البلد يسمحوا له يجيب لتنزل الأسعار اليوم لما انا بدي احط الاسعار في حاول شغله وحده هيدي كثير هينه واحد تاجر واحد بس بجيب بطاطا من مصر ليش تاجر واحد حاطته بالبرادات بنزلهم بالطنيط 15,000 اليوم كيس البطاطا ربعه رمل وربعه مضروب يعني كيلو بكلف 2000 ليره بعده بالكيس شو بده ياكل الشعب انا كتاجر مفرع اذا اشتريت الكيس 15,000 بدي اشيل نصه رمل نصه تراب ونصه مضروب قديش بدي كلفني الكيلو وين وزارة الزراعة؟ وين وزارة الاقتصاد؟ وين الرسالة الزراعية اللي بتنعمل؟ فلت البلد فلت ثلاث أربعة أشهر باتفاق معهم أنا عم حملهم مسؤولية ينزلوا على الشارع حاج ما يضحكوا على الناس شو بيحكوا ما نزلوا على الشارع يعني كم نزل؟ مرة وين نزل؟ وين نزل؟ رئيس الحكومة نزل على السوبر ماركت نزل على الفرن نزل على ثلاث أربعة أفران عشان ربطة الخبز يتفضل ينزل معي أنا عم بقول لك أنا مستعد تفضل معي معالي وزير الاقتصاد وزير الزراعة ينزلوا معي على الأسواق يبرموا على المحلات يبرموا على السوبر ماركت يشوفوا مين اللي عم يبيع هالتجار اللي فاتحين على وسع على بعيدة يضرب بيد من حديد ليش الموز ب 2000 بجملة اليوم ليه شو في بالبلد الموز ب 2000 ب 2500 بجملة فلايفلي ب 5000 اليوم انا رح بديش بسوق جملة اليوم باجتماع بكره ب 4000 ونص عند التجار بجملة بقول لك ما في عم يسافروا لبرا حامض ب 5000 ليه وعالي وزير الاقتصاد كان صدوه اللي يجي صدوه بقلبه 20 23 24 كيلو اليوم عم يجي القطب وزنه 10 كيلو عم وين القطب المخفية؟ خبرنا فإذا تصدير إلى الخارج بإذن من وزارة الزراعة عند وزير الزراعة بالدرجة الأولى عند نعم. وزير الزراعة بالدرجة الثانية عند وزير الاقتصاد ما طلعوا لنا لائحة وقلنا طامنوا مع بعضهم هذا كله حكي هيد قد مرتك بعمل لوائح الحكي ما هيك الحكي لما بجيبوا خمس ست تجار بحطوهم بالحبس
انت عم تظاهر بما تحرم شعبك. ليه ما بتسموهم؟ ليه ما بتسموهم؟ بدي شارك، بدي شاركهم الهم وظاهر الضاعه ما حدا هيحكي معي. يعني اليوم في عم تتهم طبعا، يعني هذا اخبار اليوم عم نقول اخبار، يعني في تجار عم تستغل لقمه الناس بلبنان ابدا وعم بتصدر جداً المواسم الى الخارج وعم تغلى الاسعار، يعني هذا البيت القصيد. يتفضل معالي وزير الزراعه وزير الاقتصاد ونحن معه خي، انا مستعد انزل معهم، واذا انا عم غالط يحاسبني نايبي اول واحد. طيب هلا شو الاصفر، شو اصفر اشكي معكم؟ انا كنايب مستعد اتحمل اي مسؤوليه بتوقع على عاتقي، بس لما اليوم قلت لكم يا جماعه من اول يوم عملوا اسواق شعبيه، هي بلديه بيروت اليوم اخذت قرار بانشاء سوق مركزي كبير بقلب بيروت، بس بتفتحوا ان شاء الله خلال الشهر القادم رح تشوفوا انه بيروت رح تختلف فيها موضوع الاسعار، لانه حنقدر نضبط الوضع كامل، ما بقى في واحد يبيع على الطرقات. مين بده يضبط الوضع؟ في سوق رح ينفتح. ثاني قابل تضبط وضع السوق. في سوق شعبي رح ينفتح، ما هيك؟ طبعا. وين؟ في قرار من معالي وزير الداخليه انا كثير ممنونه. عم يشتغل عم يتابعها مع البلدية بيروت ليعملوا اتفاقية فتح وترتيب موضوع السوق، عم نعمل مع الوزير الداخلية والبلديات، مع انه قصر ابدا بهذا الموضوع معنا. نعم، وصار قريب هالسوق، صار قريب من اهم مراكز الاسواق باوروبا كلها، رح تنفتح ببيروت، رح تشوفوا بكره انه بيروت رح تختلف عن باقي المناطق، بس انا اليوم كتاجر نقيب نقيب مش بيروت. اول مرة بنسمع عن هالسوق، يعني من سنوات بنسمع انه رح صار قريب، يعطينا موعد محدد ممكن ينفتح قريبا نطمن الناس؟ جدا، انا بقول لك قريبا خلال شهر او بس لو ما اجى الوباء على البلد كنا فتحنا من اكثر من شهرين، لانه هو خالص ومسكر بس لقطين لنقدر نسمح انه نقدر. هيدا ببيع المواطنين بسعر الجمله، هذا المفرع لا كان بسعر الجمله اللي حصير. انا كاني ارض مفرع رائب البضاعه ورائب الاسعار، وزارة الاقتصاد بتراقب معي حماية المستهلك بنزل الأدوية، بنحدد نعمل نشرة يومية بالأسعار، اللي بيخالف يضربه بيد من حديد عليه. نعم. اليوم شو اصفر اذا اجتماعكم؟ خلينا نقول شغله بترجيك، اذا ما في مين يضرب بيد من حديد على كل تاجر عم يتاجر بقوت الشعب، هيدا معناتها القصه فاتت. انا عم بقول له يضرب حتى لو كنت انا عم خالف يبلش فيني انا، ما يرحم حدا ابدا، ولا الدوله ما رح تمشي، ما رح نمشي الوضع هيك. نعم شكرا. ما في لبناني، ما في لبناني عم يبيع، انزلي على البسطات، انزلي على الطرقات، فوتي على سوق الجمله، صاروا سوق الجمله منه لبنانيين يا جماعه، خلينا تشوفوا يا اخي ينزلوا ترجوا لب، يا بنحكي بنحن قاعدين بورا مكاتبنا مع الوزراء، ينزل يشوف يعدل لي يا اخي، يعطيني لسه بال اصحاب المحلات مين هن صاروا. نعم. خلص بكفي يعني، ما بقى كفى، صحيح كفى بقى، يعني هيك كلمه كفى على كل الناس. شكرا لك نقيب تجار الخضره والفواكه بالمفرق سهيل المعبي، شو تعليقك اليوم ضيفنا انطوان الحويك رئيس جمعيه المزارعين؟ يعني هيدا السوق اذا انفتح قديش بيخفف عن ضغط جنون الاسعار اللي نحن عايشين؟ بده يصير، لانه المحلات بدها تصير حد بعضها. بيروح الناس بيشتروا من هونيك اكيد. ايه اكيد ساعتها بصير في منافسه بيناتهم، بس انه هيدي ما بتكمل، ما بتكفي. يعني اذا شو اللي بيكفي؟ اذا البندوره ب 4000 اليوم، انه اعتبري حط عليها 25% بيعها ب 5000، ما بعد البندوره ب 5000، اذا كان جملتها باربعه مش حيقدر يبيعها بثلاثه شو ما كانت وضع السوق. برجع بقول لك، اول شيء في كل شيء للزراعه، المستلزمات وما يطلبه القطاع الزراعي اللي حكينا فيه انه بده يرجع المستلزمات الزراعيه تنشر على 1500، اموال الشركات بالمصارف بدها تتحرر، بدها وزاره الزراعه تكون على كل يوم بيومه على الاداره، لازم تمنع صنف، تمنع التصدير الى اخره، بتعمل إدارة جيدة للملفات. يعني اليوم بدنا نشجع المزارع ينتج، ما بدنا نقصف المزارع من قله بدنا نقاطعك. هلا هذيك النهار طلع أنه قاطعوا المزارع الدجاج كرمال البيض لأنه غلي البيض. طيب أنه الدجاج منين عم تاكل؟ ما عم تاكل قمح وعم تاكل درة وعم تاكل صويا، هودي الثلاث أصناف منين جايين؟ ما هو مستوردين، واليوم بأربعة آلاف ليرة الدولار اللي عنده مزرعة الدجاج اليوم للبيض عم بيشتري كل يعني مستلزماته بالدولار. إذا طلعت 50% كرتونة البيض بدك تقطعوها للشعب اللبناني، لكن كل واحد بيدعي بشكل عشوائي وبشكل هبل، هذا بيكون عم بفوت الناس بالحائط وبيقول أنه أنا بطل بدي ينتعه. إذا خلي يقاطعوا هلا، خلي يجوا اللبنانية يقاطعوا المزارع الجيش، ما ياكلوا بيض، رح يقولك شو بده يصير، حيقفلسوا الشري، المزارع تقفلس، حتسكر، حتوعوا كرتونة بيض ب 50,000 ليرة. بيكونوا مبسوطين الناس، بدل ما نجي نعطي حوافز للمزارعين والمنتجين والمزارع، انتجوا أكتر، يلا نحن داعمينكم حميينكم
مسهلينكم الامور على السريع انتجوا اكثر. طيب بالحليب ليش هلا وزاره الزراعه ما بتجي بتجيب ابقار بتستورد ابقار وبتعطيهم اياهم للناس منيح لينتجوا حليب بسرعه؟ في افكار كثيره انه لازم تعملها الدوله بس نحن مش افكار كثير لك وين كانت طالبه هلا كان وزير الزراعه طالب اني عشنا سنوات بدون وجود دوله تدعم القطاعات ولا ما في مش لكن وصلت الدوله وصلت الزراعه للحضيض وصلت كل العناوين للحضيض النفايات للحضيض لك وين خلصت خلصت. طب وقت المزارع مش قادر ينتج لي بكميات كبيره لينزل السعر بيكون حق عمين يعني حق نعم. على المزارع انه ما قدرت انا اشتري عبي الخيم تبعي شات البندوره وغير النايلون لا اقدر انتج له لا اقدر انتج للناس اذا ما قدرت اعمل لهم هودي بكون انا مجرم بكون انا واطي بكون انا عم بستغل الناس بكون انا لازم يقطعوني ويقصوا لي راسي فشل على رقبتك المزارع هو الضحيه وممنوع حدا يصرخه يعني مش البطولة انه نحدد اسعار او نجمدها من دون سياسة دعم القطاع الزراعي اللي اشبه بطواحين الهواء مش هيك؟ خلينا نستلم نحن اساسا بعدنا الهدف هو واحد اسقاطهم كلهم وإعادة بناء وطن لانه هيك ملف مش مثل ما هلا بتقصير المجلس النيابي كيفك تصقص لك قبل 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 التقصير هلا العالم اساسا رح تخلي سلطة بعد رح تخلي حكومة رح تخلي وزراء ونواب العالم الجوعان اللي ما معه لياكل رح يرحمهم هودي بكره اللي رح نشوفه بالشارع رح كل العالم رح تستغرب شو عم بصير ورح كلهم يفتحوا تمهم هالقد ويشدقوا تمهم هالقد ويلعنوا الساعة بدي لك شغلة خليني هلا طب لا بدنا في اتصال كل واحد مسؤول استلم السلطة رح يلعن الساعة اللي أخذ فيها سلطة خلينا نستقبل اتصال مين معنا؟ ألو صباح الخير صباح النور بعرف يمكن رح أقول ما له علاقة في أستاذ أنتوان لأنه هو مسؤول عن المزارعين بس بدي أقول هيدي البلدوزر الكبيرة بلبنان اللي هي السعيد هو ده شخص مش لبناني عامل بلدوزر كبير بتجارة المواد الغذائية الخضار والفاكهة وهو دايما مضارب كبير بالسوق وما بيشغل لبنانية وجوده كتير بارز يعني عم نحكي هون بفرع يسوع الملك تقريبا أكتر من سوبر ماركت كبيرة هيدا لما كان في أيام الخضار والفاكهة متوفر لبنان ما كان يجيبها من لبنان وبينيم عماله بالمعمل وبيشغلهم 24 ساعة وبيضارب بالأسعار نحن عندنا أزمات متراكمة واحدة منها هي كمان استغلال العمال لحتى يرخصوا ويرجع التاجر اللبناني ما يقدر يوصل للسعر هذا وينكسر اليوم نحن أول مرة المزارع عم ياخد جزء من حقه لأنه عم يزرع نحن بنعرف كان يكبوا المزارعين انتاجهم على الطرقات لما يتسوق واليوم في خبرية عن أنه المزارع بيستاهل لا أبدا خلي يعيش مرة هالمزارع ينتعش مرة إذا كانت أسعار الخضار والفاكهة طلعت وأنا مستعد أشتري قليل بس خليه بالسعر اللي هو فيه بس لعيرجع يبني حاله ويقف على أجري المزارع شكرا لك أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان كمان في فويس مسج منأخده جينا اتصال من الخارج لا من هون مين معنا؟ موجورين أهلا تفضل البرنامج كتير شيق وكتير حلو ايه اول شيء بدك توطي الراديو لنسمع الشيق والحلو بالنسبة لقصة المزارعين هلا في كتير عندك مطارح بالنسبة ل بكواني مثلا قلنا بدك تخفف الراديو مش عم سمعنا بدك توطيها تطفيها لنسمعك بالنسبة لبكواني في عندك مثلا كل اللي عم يشتغلوا بالقدرة كلهم جنسية مش لبنانية هي القصة طلعت؟ لا انه يعني ليش بيخلوا يعني بهالقطاع ليش بيشغلوا غير اللبنانية؟ يعني أول شيء كانت الحجة إن اللبنانيين ما بيشتغلوا بهالقطاع هلا اللبنانيين صاروا بيشتغلوا شو ما كان لأنه بحاجة لهم شكرا لك مكتفي بهالقدر من اتصالك خلينا نستقبل ضيفنا اليوم رئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالبقاع إبراهيم ترشيشي صباح الخير صباح الخير لألي ستنا بنشكر اهتمامي وشكرا لكل اللي عم يسمعونا وشكرا للصديق اللي حكى قبل شوي قبل هذا الاخراني اللي عطى أهمية للمزارع ولوجود المزارع بالمجتمع اللبناني بس المزارع اليوم يئن تحت وطأة
يعني المستلزمات الزراعية اللي مش عم بتأمنها الدولة. يعني مشكلته عم بيقول مش مطلوب دعم القطاعات الانتاجية وحماية الأمن الغذائي، مطلوب اليوم الحبوب لازم تتأمن، المحروقات كلها لازم نحمي الأمن الغذائي بدعم القطاعات الانتاجية، مش هيك بده المزارع؟ حكيناهم بسيء الحلقة منقول. سلم تمك ستنا، لأنه هذا الكلام أول شيء المتطلبات اللي عم تفضلي على اللي هي البذور والأسمدة والأدوية والمعدات الزراعية وصيانتها، هذه كلها إذا ما توفرت من برا ما فيش أساس للزراعة، يعني هي الباز تبع الزراعة. من هان بس تجي البذور والأدوية والأسمدة بلش يزرع المزارع. وإذا شفنا الغلاء يلي صار من قبل شهر وقبل شهرين وقبل 20 يوم، سببه هو انه كان لانه المزارع ما قدر زرع. يعني بعدني انا بعدني عم بدور على الاسباب، شو غلى البندوره، شو غلى الخيار، شو غلى الكوسه، شو غلى اللوبي، كله لانه عندنا ثلاث انواع من المزارعين حاليا. مزارع ما زرع بالمره نهائيا، مزارع ما زرع نص زرع، ومزارع زرع بس ما قدر كمل المزروعات تبعه، يعني يا ما حطلا كمية يا ما حطلا أسمدة يا ما حطلا كذا، مشان هيك لقينا الإنتاج كله خفيف، كله أقل من الطلب أكثر من العرض. نعم. من هان بدها تغلى الأسعار، ومن هان إذا جينا نطلع بنشوف أهمية المزارع بالمجتمع اللبناني، وأهمية إذا بدنا نحافظ على المزارع كيف كأننا عم نحافظ على الأمن الغذائي بالمجتمع اللبناني. يعني الشاب اللي حكى انه لو انا اشتريت شيء قليل بالغلا، هلا انا كثير بتشكر وكثير انه هو عم بحس مع المزارع وعم بحس كذا، بس نحن بدنا نوصل ليوم انه اذا فيش مزارع ما رح نلاقي ولا صنف حتى ناكله، الا كله مستورد وكله اسعاره بدها تكون زياده عن هيك مره واثنين وثلاثه واربعه. هذا ان دفعنا لشيء بنقول اوعى حدا يفكر انه وقفوا التصدير. هلا بتسمع اصوات كثير انه في غلا ولا هذا الصرف هالقد ولا هذا ما له علاقه بالدولار ولا هذا مرتفع سعره، وهذا انا ما بلومه للمستهلك. فعلا انا بقدر انه حرام عم يدفع مبالغ كبيره، وتسمعيها بالدايني 2000 ليره 2000 ليره شيء كثير، 3000 ليره شيء كثير، هي اكيد شيء كثير على اللي بعده عم يقبض معاش ثابت، او اللي مش عم يقبض وعم يقبضوه نص معاش، واللي عم يقبض معه حق بينفخ. وانا بحكي لك من اهل، كيف بدنا نعطيه حقه لهالمزارع؟ معه حق، بس كيف بدنا نعطيه حقه لهالمواطن اليوم؟ مزارعي البطاطا كمان بعكار بدهم حمايه، عم بيطالبوا بحمايه. ليش بعكار عم بيطالبوا فقط بحمايه، مش مزارعي البطاطا كمان بالبقاع بدهم حمايه؟ حمايه شو؟ في حمايه شو؟ لا عندهم الحمد لله صار منيح واسعار مقبوله، بس الانتاج مش زيادة، لأنه مثل ما حكينا يلي زرع يلي ما قدر اشترى دواء، ويلي ما قدر حط له كمية ولا البطاطا، ويلي يعني ما عطاه حقها، مشان هيك الموسم طلع ضعيف الانتاج لحديت هلا بعكار كتير ضعيف. أما السعر مقبول لحديت هلا مقبول وكتير منيح، مش فينا نقول منيح باللوج، يعني 1000-1200 الكيلو، يعني يدوب بيسكر له مصرياته يدوب بيجيب له راس ماله للمزارع. بس لعند المستهلك شو 1000 ليرة؟ كيلو البطاطا سعر استفزازي، 1000 ليرة و 1200 ليرة هذا مستفز السعر بالنسبة للسابق، لأنه هو المستهلك بيقول لك يا عمي ما كيلو البطاطا كل عمره ب 400-500 ليرة، وأكلة البطاطا أكلة الفقير، شو صارت ب 1200؟ طب إذا كله عم بينق، يعني اليوم عم بتنقوا المزارعين بتنقوا، والتجار الخضرة والفواكه بتنقوا، طب يعني ما والمواطن عم بينق. الوضع مش طبيعي، لأنه الوضع هذا اللي عم نعيشه نحن مش طبيعي، يعني هو 1000 ليرة اليوم مثل 700 ليرة من جمعة من 10 أيام، مثل ب 400 ليرة من قبل 17 شهرين. اليوم ال 1000 ليرة شو هي ال 1000 ليرة؟ ال 1000 ليرة عند المزارع بده مزارع للعلم، ولحتى نحكيها بصوت عالي 80% من الكلفة تبعه هي بالدولار. كيف بالدولار؟ يعني البطاطا حقها بالدولار، من برا كلها بدها تنجاب، الكيمياء كلها من برا بدها تنجاب، ما عندنا كيمياء محلية، الأدوية كلها من برا بدها تنجاب، المعدات الزراعية كلها من برا. يعني المزارعين عم بيشكوا، المزارعين عم بيشكوا والمستهلكين عم بيشكوا، يعني التجار هن
لقطين السوق وهن اللي عم بيستفيدوا؟ نحن ما 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 التاجر مين التاجر؟ إذا التاجر تبع سوق الخضرة أكيد لا، ولا اللي عم يسمعنا بيكون عم يعرف التاجر تبع سوق الخضرة هو محل العرض، تجي البضاعة لعنده بياخد كوميسيونه وبيبيع، مثل ما بتجي مثل ما بيبيع بيدفع حقها للمزارع بياخد هو كوميسيونه وأجرة النقل منه. أما في لأن هو صغير يعني بالموضوع هذه فينا نعالجها، فيها وزارة الاقتصاد تعالجها، هو الفرق بين سعر الجملي وبين سعر المفرع، هو الفرق بين مكان البيع، بين سعر كيلو البردان قداه بصبرا وقداه على طريق أنت الياس مثلا. أنا بدي أشكرك. سؤال المالك هلا محل ما كان عم يحكي بالسوبر ماركت، في فرق كثير بين محل وبين محل بالسعر، في فرق كثير بين سعر الجملة وبين سعر المفرع، هيدي اللي هو لازم وزارة الاقتصاد هي اللي تحط لها. ما عم بيطلعوا عم بيطلعوا لوائح، ما هلا طلعت طبعا على اللائحة بالاتفاق بين وزارة الاقتصاد والزراعة. نعم. هيدي اللوائح ست مدام بدنا نوضحها بشغلة. ولا اذا الحامض كميه الحامض قليله اللي عم تطلع، وعندنا 110 فاص حامض و100 مشتري حد منهم بده يشتروه، هذا كيف بده يرخص السعر التاجر؟ هذا التاجر بسوق الخضره كيف بده يرخص سعره؟ ما في رخص سعره، فينا نعمل هفوي هيدي بدل ما ياخذوا هذا يشتري الكيلو ب 3000 ليره بالجمله ويروح يبيعه ب 5000 ليره، لا هذا مش مقبول هذا الحاكي. المفروض انه اللي اخذ القفص الحامض من الدكانجي المفرع اللي بيبيع بالمفرع مع احترامي له وانا بقدر كمان وضعه، هذا بده يخفف من ربحه، ما بده يحط القرش على القرش قرش. نعم. اليوم البياع المفرع بيحط على الكيلو قد حقه، يعني بيشتري ب 1000 بده يبيعه ب 2000، بيشتري ب 500 بده يبيعه ب 1000، بيشتري ب 2000 بده يبيعه ب 4000. نعم شكرا لك على كل حال. شيء حلو للي عم يسمعونا. شو حلو؟ في شيء حلو بهالايام؟ شو؟ يا الى حد ما الى ضوء صغير هيك بعطلك هاللايم. انا بقول لك الانتاج بده يزيد، هيدي درجة الحرارة بلشت ترتفع. فصل الشتاء تقريبا خلص. اللي كانت هي درجات الحرارة وكثرة الأمطار هذه السنة والحمد لله هذا فعلا منيح وشيء منيح كثير إنه عشنا شتوية حقيقية، بس هيدي خففت من الانتاج. والمزارعين يلي بالاول ما قدروا زرعوا هلا زرعوا خضره، كله زرع فهمت انا بقدونس ونعنع وفجل وكذا، بتلاقيها بكميات كبيره واسعارها بعدها دون صار الكلف، يعني القفص كله تبع الفجل حقه 5000 ليره، قفص البقدونس حقه 5000 ليره، الخس اليوم صار تحت ال 1000 ليره، اكيد بالجملي يوم لهم الخس مليونين ليره، يعني الخس حقه 200 ليره صار لازم المفروض يكون. كل هلا نحن كل ما قدمنا لقدام كل ما الاسعار بدها تنزل، كل ما درجات الحراره ارتفعت شوي صغيره، كل ما الساعه يعني اتكلنا على الطقس مش على شيء ثاني، اتكلنا على الطقس على الله على الله. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك رئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالباع ابراهيم ترشيشي. خلينا نسمع فويس مسج، في كثير عند المواطنين اسئله. يسعد صباحك انت وضيفك الكريم. بالنسبه للموضوع شو بدنا نحكي؟ تسمع اخبارهم بقول لك البرادات مليانه والديبويات معبيه وما بعرف شو، بين ليل وليله تغلى الخضره 500 و1000، تصوروا يا جماعه كيلو الحامض عم ينباع ب 4000 امبارح، وهلا عم ببشرنا بالبندوره كمان والخيار، يعني ما بقى يشبعوا هودي الجماعه، ما بقى يشبعوا، تطلع شوية هواء بيطلع صرختهم دخيلتهم، طارت الخيمة وطارت السجرة وتعبينا مي، هي لألكم أنتم جايين يعبوا جيبهم، بيقعدوا بنقوا 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 وبيقولوا لنا احنا مش عم نصرف الانتاج تبعولنا، شو مش عم تصرف الانتاج تبعولك؟ من هو الانتاج تبعولك؟ ما هلكتوا سمينا بالبطاطا مليان بطاطا لبنانية، وين هي البطاطا؟ صحيح كانوا يعني المزارعين عم بيكبوا مثل ما قلنا بسياق الحلان وانتاجهم على الطرقات. خلينا نستقبل اتصال. تحمد مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور، تفضل. معك دكتور سلامي الخوري. يا هلا، بحييك وبحيي صديقنا عنفان وابو علي اللي حكى من شوي وجميع المستمعين. الموضوع بيعني مريض معه اشتراكات، فإذا أخذنا الدعائم الزراعية هي الأرض والمزارع ورأس المال،
الأرض معتدى عليها بالعمار ومعتدى على خصوبتها، لأنه اللي عم يزرع السنة بيزرع هون والسنة الجاية بيزرع هونيك. يعني ما في مساحات زراعية مثل ما لازم. نعم. عم تاكلها البطون، عم يعني السهول الزراعية كمان هي مشكلة إنه عم تاكلها. مع مالك عم يعتاد على مساحات. طيب هيدا أول شيء، تاني شيء لأنه في كتير اتصالات، تفضل. شو؟ برضو؟ في قلت عنوان إنه الزراعات الأرض حتى نزرع فيها عم تتراجع، العنوان التاني. ما خصوبتها كمان عم تتراجع. ليه؟ لأنه المزارع عم يضمن هون. وبعدين بينقل لهونيك. نعم. منه ما في حكاليه المزرعه، والمزرعه مش موجوده. نعم. لما بيكون في مزرعه موجوده المزارع بيعمل دوره زراعيه، بيعتني بخصوبه ارضه الى اخره. لما عم تنقليه كل سنه من مطرح لمطرح ما بتعرف شو بيترك ورا. نعم. المهم انا مش هقدر اعطي برنامج كامل لاصلاح الزراعه، بس راح وصف المرض. الأرض معتدى عليها على خصوبتها وعلى مساحتها. شكرا المزارع. على كل حال يعني هذا خلصت الفكرة أنه الأرض معتدى عليها، وفي عنوان تاني أنه المزارع عم ينقل من مطرح لمطرح، يعني ما في خصوبة للأرض، مش هيك؟ كمان اتصال آخر، مين معي؟ ألو؟ إيه صباح الخير يا هلا مدام بيتار. يا هلا. أنتوا على الراس دايما، دقوا بالمطرح الحساس، برافو عليكم. لو ما أنتوا شو منعمل بصراحة؟ سؤالي مثلا انا نهار السبت اخذت تحويجي، في حامض ب 1500 ليره وكتير منيح، وفي حامض ب 3500 ليره، وفي بندوره هيدي الملزق عليها ستيكرز هرمون يلي العالم ما بتعرف شو هي، وسبق وحدا حكي بهالموضوع على برنامج تلفزيوني وقطعت مرور الكرام وبعدها ماشيه. كيف هالفرق هيدا؟ هيدا الحامض مواجي اللي ب 1005 وهيدا مواجي اللي ب 3500. عملنا جولات امبارح على السوبر ماركت، يعني انا عملت جوله. انا عم بحكيكي كسوق خضره بمنطقه برج حامود، ثلاثه بقدونس ب 1000. بستغرب كيف الناس بيقولوا بقدونس ب 1000. يا خي طب اتجهوا على المناطق الشعبيه وخذوا خضرتكم. في اجحاف في عم ينحط، مثلا البصل 1005، الخسه 2000 او 1005، الخيار 2000. ليش هالاسعار الطايره؟ في طمع، اللي عم بيبيع عم بيطمع انه بده يطلع رسماله دغري، ومش فرقانه معه اذا كب الخضره ولا لا. هيدي اسعار انا جبتها نهار السبت. بس السؤال، هيدا الحامض تبعت 1500 من وين يا استاذ انطوان؟ خليه يجاوبك من وين. يلا هيدا بكون باب تاني، بكون باب تاني. نوعيه جيده وحبه كبيره، نوعيه جيده وحبه كبيره. هيداك بيكتبوا ليش في تجار ببيعوا هيك تجار؟ لا السؤال مش لك، هو مزارع وعم بيقول بالجمله هالقد كيلو الحامض. نعم خليني في شغله. هلا بالنسبه للوضع السوق بفترات الحجر القويه، وقت اللي كان ممنوع التجول وخايف الناس، التوجه كان رايح على السوبر ماركت الكبيره. هالسوبر ماركت هيدي استغلت الظرف وشبقت اسعاره. هلا الى جمعه شيء في هوامش يعني في هوامش انا كان يعني ربع على ما لازم يتعدى اكثر من 20 او 30. هلا راح لك شغله. هلا روحي اذا محترمين هون يدوروا وزاره الاقتصاد، وعم بتقول انه هي عم بتروح على السوبر ماركت. اذا بتقطعي على الاوزاعي هلا، او بتقطعي بمنطقه صبره، او بتقطعي بصيدا على اي كورنيش، نعم، والعربيات موجوده، بتلاقي الاسعار صارت أسعار عادية. يعني هاودي كانوا هاو العربيات والمحلات الشعبية أقفلت بسبب الحجر تبع الكورونا. نعم مشان هيك استغلوا الظرف السوبر ماركت، لأنه كان الدخول إلى سهل. مثل ما قالت المدام مزبوط، أنا بعمل جولات بالمناطق الشعبية وعلى العربيات. طيب شو ما في نسبة جودة هون؟ جودة يعني هل كل الخضرة مثل بعضها وهل كل الفواكه مثل بعضها؟ في 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 درجات، في درجات. يعني اليوم من يراقب؟ كمان حكينا كتير عن الأسعار، ما حكينا عن النوعية. من يراقب اليوم؟ ما في رقابة، ما في رقابة، لا عن النوعية لا عن النظافة لا شيء. هلا خليني أرجع، هلا نستغل هذا البرنامج هلا وطلعتي لقول لهم ليش، لنقول ليش وصلنا لهون. ليش وصلنا لهون؟ طيب وقت اللي جينا نحن قلنا بدنا نعمل مصرف انماء زراعي. في قانون طالع بال94، اشتغلنا 10 سنين لننشئ مع مصرف انماء زراعي. هيدا مصرف الفقراء من المزارعين. سنه 2009 من خلال الاتحاد الاوروبي امنا له التمويل، امنا بهبه حصه الدوله فيه، لقينا مؤسسات برعايه الاتحاد الاوروبي تاخذ القطاع الخاص، حصه القطاع الخاص
بهذا المصرف. السفير قالنا فيه 500 مليون دولار حطينه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمصارف العادية منسحبهم منحطهم للمصرف الأنماء الزراعي. وقت اللي أمننا هذا المصرف مع تمويله مع تشغيله كان بده يجيب لنا الكريدي أجريكول من فرنسا ليعلمه كيف لننشئ هذا المصرف. طيب وقت اللي وزير الزراعة رفض، وقت العدنان القصار رفضوا هذا المصرف، بقي المزارع مع أنه كان طلع بالبيان الوزاري بحكومة سنة 2009 اليوم وقت المزارع ما قدر ما عنده قروض زراعية، ارتبط المزارع بالتاجر تبع المستلزمات الزراعية وانكسر أو حجزوا له أمواله للتاجر تبع المستلزمات الزراعية وما عاد قدر المزارع زرع. لو هذا المصرف كان قائم كان المزارع عنده قوة عنده إمكانية ما كنا وقعنا بهيدي المشكلة. هيدي واحد خليني كفي معلاش لأنه الناس بدها تعرف الواحد بعد في اثنين بعد في اثنين وثلاثة وأربعة بس معنا ضيوف على الخط. عنا رئيس نقابة مصدري ومستوريد الخضار والفواكه في لبنان نعيم خليل والاتهامات بحقهم كتير كبيرة. صباح الخير. صباح الخير يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير إلي كل المستمعين يا أهلا وسهلا فيك. شو قصتكم بهالتصدير؟ أنتم متهمين عم بتصدروا اليوم المواسم إلى الخارج وبفضلكم عم تعلى الأسعار، هذا كان فحوى الحلقة اليوم، شو القصة؟ أنا يسعد صباحك منيح اللي فكر بهالموضوع. أولا لبنان كل عمره بيصدر الفائض عنده كل عمره بلد مصدر بكل أنواع. عندنا فائض هلا؟ خاصة لحظة والخاصة بالحمضيات والفواكه والتفاح وغيره والبطاطا بموسمها والموز بموسمه وكل الفواكه بموسمها فواكه صيفية وغيره. هلا اللي حاصل انه الحمضيات شوي طلع سعرها خاصة الحامض لانه الدول العربية بقيت بعض الدول منهم يستقبلوا حامض وبعض بلدان وقفوا تصدير الحامض من تركيا وغيرها. حتى بمصر وصل طن الحامض الى اسعار عالية جدا وصار في شوية شحن والحامض موسمه ضعيف عندنا شوية السنة صار في هالضجة مع الوزير هون وزير الزراعة قد ما صار في ضجة عليها القصة وهي بحياتها ما صارت حمضيات تتوقف تصديرها وقف ضمن إجازات أو ضمن تشوف الوضع كيف بده يكون ووقف الحامض نهائيا. يعني توصلنا معه الأسبوع الماضي تطلعنا كم تطلع كم كونتينر أو كم برات كانوا جاي محملين طلع غير فجأة الوزير قد ما صار ضغط وصار ضجة عليه بهالموضوع. واساسا الحامض بالايام هيدي بيبقى وضعه عالي موسمه ضعيف بوقف وقف تيدرس الوضع اليوم عم يدرسوا تشوف شو بده يعمل وفعلا وقف يعني هلا بالنسبه بالغير. للمستهلك انه ممكن يتراجع سعر الحامض لورا ممكن شوي وفي البلانسيا في الحمضيات الثانيه اللي هي الحمضيات اللي كان اليوم اللي عم تنباع مثلا عما الحمد لله هيدا البلانسيا ب 1300 ليره 1200 ليره على اما كانت بالماضي ب 500 او 600 او كذا كانوا تقريبا شكله قد هلا يعني تقريبا او كانوا السنه 1200 او 600 كانوا شكله قد هولي. السبب هذا صار في ضجه كبيره. الوزير اليوم حكينا الصبح مع الوزير قال لي حكيت انا وياه انه يا عمي نحن على كل حال رح يلتزموا المصدرين بهالقرار. هلا حاليا نحن لانه برا كمان تراجع السوق اذا فت علي تركي فت اسباني فت مصري بالاسواق العربيه. وفي شغله ثانيه بدي اقول لك اياها معلش اللي عم بيحصل السورية عندهم منتج كبير كان حمضيات السنه ضعيف موسم وخاصه الحامض حامض مطلوب المكان عم بيطلع تهريب من لبنان على سوريا لانه وقفنا التصدير. قلت له مع الوزير اليوم اذا وقفنا التصدير كذلك بس لازم يتوقف التهريب عفوا طبعا اذا وقفنا التصدير ضل التهريب شغال يعني عم بيطلعوا من لبنان على سوريا كل عمنا نتمنى على السوريين ياخذوا من عندنا حامض بالايام يقولوا نحن عندنا. انا مرتين وطلعنا بخصوص الموز بخصوص الحمضيات على سوريا واكثر من كذا مره ما نقدرش نحكي بالحامض لانه يكون عنده انتاج السنه انتاج خفيف اللي عرفته عم بيطلع شوي من هون قريب هلا عم تاثر. اما بالنسبه للحمضيات بلبنان كل امر الحمضيات بقى وضع مثل التفاح مثل غيره مقصر بالمزارع من زعلان السنه اجى ظرف شوي مقبول اولا فرق العملة ثانيا اسواق برا طلبت من حمضيات من لبنان هذا حصل. بعدين في بيع الفرق انا عم بتصل امبارح بالحامض جماعه الحامض امبارح اهم حامض عم اليوم على المقص على المقص اللي في درجه اولى يعني بالتعب المعركه نحن كتصدير ب 3000 3500 ليره معكي حامض بالسوق ب 2000 ليره بالجمله. في انواع نخب اول نخب ثاني نخب ثالث في انواع سؤال مرق بسياق الحلقه
ومن زميل لإلك من نقيب تجار الخضرة والفواكه سهيل المعبي بيقول في تجار هن لازم ينوضع لهم حد يتحاسبوا يتقاصصوا ينمنعوا من التصدير إلى الخارج هن عم يستغلوا يعني إنه يسمي سهيل المعبي يتقاصصوا هذا اللي عم يحكي اللي بيحكي زميلك ومرق ببرنامج نقطة على السطر إنه في تجار متهمين سهيل المعبي سهيل مين سهيل شو بيعمل هيك لما ايه نقيب تجار الخضرة والفواكه شو مش معترف فيه بالمفرق لا عراسي بس ما معي شو قال قال انه في تجار متهمين وتبنى الفكرة الدولي لازم تنوضع لهم حد هني عم بيصدروا يعني الخضرة والفواكه الى الخارج وبالتهريب وبغير التهريب وعم بياخدوا اذن او اذونات للتصدير من وزارة الزراعة انت تتبنى هذا الكلام لا عم بيحكي انا بتمنى يكون الكلام مسؤول اللي عم بيحكي مش عم دافع عن مصدرين انا يكون كلام مسؤول لبنان كل عمره من اكبر مصدر بتاريخ بالدول العربية كان يصدر 600 الف طن 560 الف طن بسنة 2014 نزلنا اليوم تحت 300 الف طن خف الانتاج عندنا وكذا اليوم كيف يصدر ويطبق الوزير وكذا شو الممنوع اساسا عندنا بلبنان تصديره عم بيصدره في الحمضيات هلا نيطال على قرار الوزير يوم الجمعة يوم الخميس نحن كنهابة مصدرين بلغتوا يوم الجمعة كانت السيارات على حدود يعني طلع القرار بالنهار ذاته قام عليه وزير الزراعة بدي نفسه الدكتور عباس مرتضى بدي نفسه بالنهار طلع الوزير عباس دكتور معالي الوزير أنت بحضرتك عملت القرار عال بنتحافظ على المستهلك قد ما قام علي الله الناس وضجوا علي والأخير والمستهلك والمسؤولين والأخير الضاعة طلعت على حدود ما عندنا علم نسبة قام اقتنع بالموضوع مشكور اقتنع على الموضوع وقال أنا خلص بدي وقف القصة كل اللي نزل قبل القرار او نزل ثاني يوم بالضبط ما كان انا كنت تبلغته فيه ان كان على البحر او بالبر نحن بنحكي فيه بس اليوم بدي انا سؤال كلمه هاي كبيره انه تجار وفي اتفاق مع المسؤولين بشو بدي يسمي لي البندوره مين عم يصدر قليل جدا لانه البندوره اليوم عم تجي علينا برخص عاتي اجايز وزير السوق المحلي لانه قليله عندنا عم تجي شوي من سوريا شو اللي بدي يصدر اليوم تفاح موسم خلص تقريبا الموز صار اخر كان يطلع سوريا تقريبا بالجمعه هاي بيخلص تصدير الموز اللي بدي احكي انا اتمنى يكون يحكي شيء يكون عارف عنه مزبوط اليوم شو من يطلع من لبنان حمضيات كل عمر لبنان الاول بالدول العربيه بتصدير الحمضيات وين اليوم صار لبنان هالسنه هاي المزارع الحمضيات شوي ما اسمعوا او استفادت فيه من صراحة من ضجة الكورونا ومن ضجة هالرصاص ونوقف التصدير بتركيا وتوقف التصدير بمصر اجاهم اليوم من اسبانيا بالدول العربية اجا كلها من كل الدول العربية شكرا لك اليوم السوق تراجع بالدول العربية تراجع كليا بس انا بتمنى الصنف اللي عم بيحكوا عنه اللي فيه بسمينه بسموه مثل بدهم شو الاتفاقية التاجر او المنهاج بالتاجر المصدر هو شريان التنفس للمزارع انا دائما بحكي شكرا لك شكرا نعم شكرا لك يا هلا رئيسني لا لا انا حبي خليني اذا بتريد اشرح لك شوي ما في وقت لا يعني شرحنا وشرح الشيخ بس اتمنى اللي بده يحكي على المصدرين حكي وسمينا لك مين حكي وسمينا مين حكي عراسي بين بياع الفرق وبين بياع وبين المصدر وبين المستورد في فرق بين شكرا المصدر لك. والمستورد في فرق بين بياع الفرق بياع الفرق شوف شو عم بيعمل هلا استكمل شكرا لك اهلا وسهلا فيك رئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفواكه بلبنان نعيم خليل اسعار البورصة بسوق بيروت صباح الخير عم بيتم التداول بالدولار الامريكي باسواق بيروت الماليه بسعر 1512-1514 وبسعر وسطي 1507.5 اسعار باريتي على شكل التالي اليورو 1.0845 1.0855 الين الياباني 107.16 107.26 الجنيه الاسترليني 1.2444 1.2454 الدولار الكندي 1.4053 1.4063 الدولار الاسترالي 0.6458 0.6468 الفرنك السويسري 0.9715 0.9725 سهم سوليدار أ وسهم سوليدار ب لم يتم التداول فيهم بعد أونصة الفضة $15.32 أونصة الذهب $1,722.88 سعر برميل برنت $20.65
منشير بالنسبة لأسعار الدولار بالأسواق الموازية إلى أنه البنك المركزي أصدر امبارح بتسعيرة الدولار لدى الصرافين ب 3200 ليرة، بالوقت يلي أنه بالسوق السوداء عم بيلعب الدولار بال 4000 وال 4200 ليرة لبنانية. منتابع نحن وياكم عبر صوت لبنان عن أسعار الخضرة والفواكه، رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، أهلا وسهلا فيك مجددا في خط ناطر. مين معنا على الفويس كول؟ مين معنا؟ ألو، مرحبا. مرحبتين. شو بدك؟ الأسعار هون هاني والعالم فقيرة والله يسهل. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. نطر كثير لحتى نسمع هالكلمتين. طيب شيك استاذ أنطوان، وضع مزري. وضع مزري. اليوم كنا عم نحكي عن الاستراتيجيه اللي كانت موجوده، ما كنا وصلنا لهون، حكينا عن العنوان الاول، ما هيك العنوان الثاني؟ لو كل شيء كنا محضرينه قبل بوقت، وقت كنا نحكي بس بسرعه، وقت كنا نحكي عن الامن الغذائي، انه لازم ندعم اكثر القمح لننتج قمح اكثر، ما فرقت معهم. يعني أنا بذكر شغلي وقت بال2008 وقت الحرب الإسرائيلية بال2007، توقف الاستيراد، الكل بيذكره. سائبت بتموز الانتاج القمح تبع عكار كان عم ينحصد، بتركض وزارة الاقتصاد لأول مرة بالتاريخ بتقول لهم بدي أنا أخد كل انتاجكم، بالوقت كنا نترجيها أشهر لتروح تاخد الانتاج. النتيجة بياخدوا الانتاج وبأمنوا طرق الشمال بالطحين ليعملوا الخبز. كنت وقت الوزير سامي حداد بأحد الاجتماعات أنا وياه، هو كان مع الانفتاح، مع عدم الدعم، مع ما بنشتري إلى آخره. قلت له شفت أنه لو ما كان في قمح عكاري زارعين قمح بلبنان كانت ما كان في خبز بلبنان. قال لي إيه، صارت مرة شو بدها تصير كل سنة، وبالتالي أنا ضد الدعم، ضد، ما بدنا نشتري من المزارعين إلى آخره. الأمن الغذائي هو ما كان أولوية لدى أي شخص بالمسؤولية أو لدى السلطة أو لدى الأحزاب أو لدى الوزراء. والمصيبة أنه ما حدا إجا معه من الوزراء أو من الأحزاب اللي استلمت وزارة الزراعة وعنده خطة جاي ينفذها. بيجي بيقعد له سنة سنة ونص الوزير ليشوف شو الوضع، بيخلص وبفل، ما بيعمل شيء. بدي أرجع أنه لو كان عنا سجل زراعي، لو عنا غرف زراعية مستقلة، لو عنا مصرف إنماء زراعي، لو عنا مؤسسة عامة لضمان الزراعي من الكوارث، كان المزارع مرتاح، كان الإنتاج اليوم مغطي الدنيا كلها. ما كنا جينا عم نقول أنه المزارع مزرع لأنه ما عنده إمكانيات، المزارع ما حط كيماوي لأنه ما عنده إمكانيات إلى آخره. هلا بدي أرجع شوي، كنت سألتيني بالأساس أنه المساعدات هلا كانت بتقدمها وزارة الزراعة للمزارعين، نحكى بمساعدات بدها تتقدم إلى آخره. منين بدها تقدمها الوزارة؟ من الميزانية العامة. نعم، الميزانية أقل يمكن وزارة عندها ميزانية وزارة. لا، هيدي من الخارج، هاي كان بدها قرار، هيدا كان بدها قانون، يعني نعرض القانون على مجلس النواب ونرفض، أو راحت الأكترية هربوا ما قدروا. بس كانت وزارة الزراعة بدها تقدم بذور وشتول للمزارعين. صحيح. منيح. بما يعادل 3 مليون و700 أو 3 مليون دولار ونص، يعني ل 30 ألف مزارع بيعطوا المزارع ب 100 دولار بذور. عايب نحكي بهالموضوع هنا. كانوا بدو يعطوا قروض بفئة 0%، ما يعادل 130 مليار، يعني بيطلعوا 30 مليون دولار، ما يعادل للمزارع 1000 دولار بدو يعطوه، يعني 4 مليون صارت. ونص ماشي طار هذا المشروع، مجلس النواب ما أقره، سلت هذا. هلا بدي أرجع أخذ بعين الاعتبار أنه كانوا بدو يعطوا 30 ألف مزارع قروض، وين الإلية؟ كيف بدو يعطوا إياها القرض؟ هلا طار طار. بس وقت جينا قلنا اعملوا مصرف انماء زراعي، ما بدون السلطة كلها، ما بدها من مصرف لبنان للأحزاب لكل للكارتيل المالي، ما بدون. طيب أكيد بدنا نوصل لكارثة، أكيد بدنا نوصل لمجاعة، أكيد المزارع ما رح يقدر يبقى. يعني ما في استراتيجية من الأساس القطاع، ولا في اهتمام، ولا في شيء اسمه زراعي. ولا شيء اسمه. ليش ما عم بلاقي القطاع الزراعي الأهمية من زمان لهلأ؟ هيدا السؤال. خلينا ناخد اتصال. مين معي؟ موجورين. معي كريمة. يا هلا. في كلمة عم بسمعها من وقت ما عم بسمع البرنامج وأنا بالسيارة. معالي الوزير، معالي الوزير بالفرنساوي يعني son excellence، ما هي يعني il excelle dans ce qu'il fait.
بس بدي أقول هيك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بدي أسأل إذا كانت الأمور اللي بتحصل بريئة. اليوم في مستمع عم بيكتب لنا منشوف استعمال الإعلام والتواصل زي ما بيعرض ريبورتاج عن صنف معين مثل التوم أو البصل أو البروكولي أو فاكهة القشطة وغيرها، والقول إنها تحارب الأمراض إلى آخره. الأسعار تتضاعف في اليوم، والسؤال هل أصبح التاجر يستعمل هالطريقة الغير شريفة والمخادعة على رفع الأسعار؟ أم الطلب هو اللي بحدد. خليني أرجع برجع أوضح، بالزراعة ما بحياتها كانت الكلفة هي بتحدد السعر. كل عمره المزارع بموسمه ببيع الانتاج تبعه أقل من كلفته، وهيدا اللي عمل تقهور للقطاع الزراعي والإفلاسات لدى المزارعين والضعف بالقطاع الزراعي. للنهار اللي عايزه لبنان والشعب عايز القطاع الزراعي ليأمن له أكل، لقى قطاع مهري، لقى قطاع عم بيعاني، لقى الفقر والتعتير لدى المزارع. كيف واحد فقير ومعتر مش قادر ينتج بده يقوم بشعب طويل عريض؟ وقت اللي كانوا يعتمدوا على التوم المصري أو على التوم الصيني ومنعوا الإنتاج اللبناني، وقت اللي الوزير بال2002 يمكن لغي الرسم الجمركي عن التوم، وصار التوم الصيني يفوت على لبنان بدون رسوم، وقف إنتاج التوم بلبنان نهائيا. بطلوا المزارعين هلأ بيجوا لك أكيد كيف بيقدروا ينافسوا الإنتاج الصيني. اليوم عم ندفع ثمن القرار اللي أخده الوزير العبدالله علي العبدالله بال2002 بعتقد، اللي حرر استيراد التوم. اليوم وين التوم؟ الناس بدها تاكل توم، ما في توم. عم ندفع ثمن كل القرارات الخاطئة اللي اتخذت قبل 100%. يعني هيدا موضوع الزراعة موضوع دايما لازم تعطيه الحكومة الأهمية القصوى والحماية. يعني اليوم لأنه هيدا لقمة عيش المواطن منلاقي كل الحكومات السابقة مش أهملت هالقطاع. مش هيدي السلطة يا ستنا، نعم، ولا هيدي الأحزاب ولا هيدي التركيبة، كلهم حاليا برسم ما فينا برسم الإسقاط. نعم. كلهم برسم الإسقاط ليعرفوا الناس قريبا جدا بيخلص الكورونا. إسقاط هذه المنظومة هي واجب على كل شخص لبناني حر. نعم. والملتقى بالشارع قريبا جدا لنخلص منه ونرجع نبني وطن. في اتصال وفي فويس، خلينا ناخذ الفويس بسرعه وبعده الاتصال. شيء خاصه بالزراعه، المزارعين خصوصا بموسم البطاطا ما كانوا يقلعوا الا لاجى شهر رمضان، والاراضي كلها مزروعه، فيكم تطلعوا تشوفوا اذا في بطاطا ولا ما في بطاطا، بس ما كانوا يقلعوا الا لاجى شهر رمضان، لانه هن عارفين انه برمضان رح تغلى الاسعار. أكيد. يعني تفضل. من 5 نيسان بلشت البطاطا تنقلع بعكار. هيدا الموسم ولا هلا موسم عكار؟ حتى بلش قبل 10 نيسان بلشوا يقلعوا ونزلوا على السوق ونزل السعر ل 900 ليره للبطاطا. خلينا نسال الاتصال. هلا في شتي هاليومين ما قدروا قلعوا، طلع السعر طلع اليوم 1600 ليره. ما تشتروا بطاطا هلا ليك الطقس شوي مش 1600 وصل ل 1600 ليره لانه ما قدروا قلعوا امبارح وبعتوا على الاسواق. هلا ممكن يتغير لانه ممكن يقلعوا اليوم اذا واحد بده يتاخروا، يعني بكره بيكون في بطاطا بس التوب البيك هو اليوم كان ب 1600 وصل ب 1600 ليره بالسوق. خلينا نسمع اتصال مين معنا. معك الدكتور سليم الخوري، عطشتيني. ما بقدر اعطيك اذا انت متصل، ما بقدر اعطيك الوقت الكتير لانه في اتصالات عديده كبير. كنت خلصت ايه تفضل قل لي شو النقطه الاساسيه. نقطه المزارع، المزارع نكرة بلبنان، ما منه محمي من الدولة، لا ضمان اجتماعي ولا معترف بخدماته، ومنه مدعوم لا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص، ما في تعاونيات والوزارة ما معصرة معه. وفي قصة رأس المال، رأس المال ما في بنوك التسليف. هيدي هي اشتراكات الزراعة بلبنان. ما خليتيني يقولون، شوهتي لي ما مدخلتي، وأنا بتشكري معودي علي حضرتك. على كل حال لا بدي اعتذر منك، أنا ما بقدر أخذ اتصال 5 دقائق على الهوى من مواطن، لازم يختصر. وبعدين هودي برأيي كلهم حكيهم الأستاذ أنطوان يعني قبل شوي، كلهم قالوا إذا كنت عم تسمع الحلقة، وهيدا برنامج سريع بدنا نفسح قدر الإمكان للمواطنين يتصلوا. يعني ما فينا نبدي اتصال على اتصال، لازم المداخلات تكون مختصرة مش قد مداخلات الضيوف. شكرا لك فاقتضى التصويب. خلينا اليوم نسمع كمان فويس. صباح الخير، كيفك منيحة؟ بدي منكم اسأل سؤال للأستاذ
أنا عندي أرض بدي استصلحها، كيف بدي حدا يساعدني تستصلحها؟ عندي بالخمسة آلاف متر بدك بقدر بزرعة، في شي طريقة عندك شي خبرية؟ أنا ما عندي أستاذ أنطوان عنده، تفضل. المشروع الأخضر، بس ما بعرف هلأ إذا بعد في أموال بالمشروع الأخضر ليقدروا يمولوا استصلاح أراضي. بده يسأل فرع المشروع الأخضر اللي هو بمنطقته، يعمل اتصال قيمة التليفون يشوف رقم المشروع الأخضر ويسألهم، يا بيقولوا له إيه يا بيقولوا له لا. معهم مصاري المشروع الأخضر برأيك؟ ما بعرف شو، ما بنعرف. بنعرف انه محافظين مثلا في منهم اصدروا تعميم لضبط الاسعار بشهر رمضان، شو بتنفع هيك تعميم من المحافظين اذا وزاره الاقتصاد مش عم تقدر تقوم بالمهمه، وزاره الزراعه اللوائح بخبر كان، شو بيقدروا يعملوا المحافظين؟ شو دورهم صحيح؟ والبلديه شو دورها؟ ما هو البلديه لها حق تفوت على المحلات بالتعاون بالنتيجه مع وزاره الاقتصاد حمايه المستهلك. هلا بدك ياخذوا دورهم في، بتعرف البلديات وضمن البلديه اذا واحد محل او سوبر ماركت مقرب من رئيس البلديه او شيء ما فيهم يفوتوا عليه، هيدي معروفه عندنا كل الخبريه. المشكله بنرجع بنحكي انه المشكله هي بالمنافسه، وقت اللي المحلات والعربيات ضبضبت السوبر ماركت اللي عندها خضره ضربت اسعارها. نحن بعد ما عملنا، انا شخصيا بعد ما اسست سوق الأزهار والشتول اللي صار سنة 2001 عملناه بالألفين بعتقد وستة، فتنا بمشروع أسواق للخضار والفاكهة للمزارعين، يعني كانوا المزارعين الأزهار والشتول ينزلوا، عملناهم استركتور وبعده هلأ السوق ماشي من سنة 2001. جربنا نعمل شيء للخضار والفاكهة أنه ينزلوا المزارعين بالبيك أبات تبعهم يبيعوا. منطقة بيروت والضواحي برمناها كلها لنلاقي شقفة أرض يسمحونا نعمل فيها سوق أسبوعي، ما لقينا. حتى تحت الصورة اتصلنا مع وزارة الأشغال اللي هني مسؤولين عنه، إذا بيعطونا إياها قال ما فينا نأجر أو نسمح لكم، هيدي بدأ قانون. نعم. وبالتالي بكل الفترة يعني بقينا اشتغل، أنا اشتغلت عليها شهر ونص لنعمل أسواق للمزارعين ببيروت ونطورها وإلى آخره، ما حدا لا ساعدنا لا الوزارات المعنية الاقتصاد والزراعة، بلدية بيروت رفضت تعطينا شيء من كل الأملاك اللي عندها وما لقينا. بالتالي الخطط كلها كانت موجودة واشتغلنا عليها. طيب وقت الدولة هي عدوة مواطنة، نوصل بدنا نوصل للي وصلنا. شكرا لك رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بدي أشكر كل المستمعين اللي رافقونا وضيوف، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوالي شعبود دليدا غانم والمخرج جورج العلي، إلى اللقاء.